القلب انا ايه قلت الفرح هيرجع تاني منور يا عندليب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرمني أمي. جمعني يا حبيبي إن شاء الله. الوردة بتاعت كل يوم. يا حبيبي يا ابني. إن شاء الله يخليك يا دمعي. ربنا يخليك ليا. ويفتح لك وشك يا رب. ويجعل لك في كل خطوة سلام. قادر يا كريم. صباح الفل يا بابا. اهلا يا خالد يا ابني. صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. ربنا يفتح. صباح الفل يا يوسف. يا خلوده، ايه اخر اخبارك الفنيه؟ والله عامل جمله كده شغال على دماغي اليومين دول. لازمه تسمح لي كده. سمعنا يا فنان. الله الله الله، حلو قوي يا خلوده. جميل. لسه ما كملتش بقى، معلش مستعجل بقى عشان عندي شغل. يلا بابا، عايز حاجه؟ ربنا يفتح عليك يا ابني. مع السلامه. مقلول. الله يا حبيبي. صباح الفل. صباح الفل يا محمد، عامل ايه؟ كويس. خد انت. يلا، عايز حاجه؟
سانت خالد. ماشي، مين دول؟ خالد صاحبنا اللي كان بيغني. أيوه. دول دول متس. هو حسن كده دايما دمه خفيف بيهزر. يلا يلا. فين؟ هيجوا معانا على الكشاف. انا مش جاي. هنهزر ما ينفعش. غير هدومك بس ويلا. يلا يلا يلا. هغير بس مش جاي. هنتقابل تحت يا خلود. ها يلا. استنى يا شاي. انت لا يا عندليل، لخص وخش في الموضوع. ها تعال نطلع فوق عشان عايز احكي لك حكايه مهمه قوي. انا جايه هنا اتفرج عليك وانت مبلم كده. اولا انا مطلبتش منك تيجي، ثانيا لو مش عاجبك روحي. وانا وراحت المركب. ايوه. 600 حته حته. بقولك ايه، عايز ايه؟ ما تيجي نبدل البنات. ايه الفرق يا عبد؟ نحس ان اللي معاك شغالة كويس. وانت قال اللي معاك عطلانة؟ لا دي بتدور دوري كده. شوف ازاي ولا ايه؟ طب اسمع. خالد خالد. ايه يا ابني؟ لا انت حاسس بايه؟ مش عارف. انت حاسس بايه؟ مش عارف بس في احساس. أنا زهقان. ما كل الناس بترقص عادي، ليه الكوريك ده؟ تعرفي إنك رجعتيني الأيام زمان؟ اشمعنى؟ افتكرت الباص اللي كنا بنركبه في كيجي 2. ماله الباص؟ لا ما تاخديش في بالك. أوكي. ما تيجي نطلع كده زي هشام. هتعرف؟ نجرب. مش هنخسر حاجة. بيني وبينك أنا اللي هخسر. إيه؟ احتمال أقصر. ما تبطل تقول بقى. أنت إيه ما بتزهقيش؟ استنى بس. إيه ده؟ روحي بس. إهدى شوية، إهدى شوية، أنا عايزاك تهدى شوية. المفروض أبقى ريلاكس، أنا عارف أصل أنا لسه خام. هقول لك على حاجة. أنا هدخل الأوضة أغير هدومي وأنت تخرج البلكونة شم شوية هوا. وادخل. طب ما ندخل نغير سوا يعني. لا. ها؟ اسمع كلامي بس، إهدى شوية في الهوا. حاضر شوية. حاضر. واحد. هو ده وقت الرياضة؟ وبعدين معاك؟ ما هو أنا غيرت هدومي، أنت لسه ليه ما غيرتيش؟ أنا عايزاك تهدى شوية في الهوا. اهدى شوية. حاضر حاضر. ما انا هادي، انا هادي بس. اوكي. عد من واحد لمية وادخل. لمية؟ ايوه. بعد كده الورثة هم اللي هيدخل. وبعدين معاك. حاضر. يلا واحد. واحد. اتنين. اتنين. ها تلاتة. تلاتة. اربعة. اربعة. خمسة. خمسة. في البلكونة. في البلكونة يا بنت المجنونة. في البلكونة. 11 12 13 14 15 32. غلط غلط يا استاذ غلط. تعلموا هنا في كتاب الشيخ بسطويتي 16 بعدين 17. خليك ناصح. ده كان زمان الكلام ده، دلوقتي لحد اختلف. وبعدين بطل تلمع اوكر، خليك زي ما انت. الحمد لله على السلامة ساعة البيت. الله يسلمك يا عم. اهلا. يا نهار اسود، ابويا جه يلبسني بسرعه. هو هشام فوق يا عبده؟ لا قصدي ايوه يا ساعه البيت. طب هات الشرطه وتعالى واخسر. حاضر. البس هدومك يلا بسرعه. يلا. ايه ده؟ عم ايه ده؟ بتعمل ايه يا خالد؟ مين دي؟ احنا كنا بنذاكر. اخص عليك. فين هشام؟ هشام فوق. بابا جيت في وقتك يا بابا، عاملين لها السلامة. هي دي المذاكرة بتاعتك يا هشام؟ دول يا بابا أصل دول زمايلنا في الجامعة يعني، وكنا بنراجع المحاضرات فوق كده. حلوة أوي المحاضرات بتاعتك دي. بابا أصل هي السنة يسرق أوي والمقررات طولت، فكنا بنحضر البرشام من دلوقتي. ولك عيني قليل الأدب، امشي غور. وأنت يا خالد بدل ما تنصحه تطلع عنيل منه. لا يا عم أمال إيه ذنبه؟ اطلعوا بره، امشي، مش عاوز أشوفه خالص. بره. بعد إذن حضرتك. وانت واقف ليه؟ مش عايز تراجع؟ امشي اطلع بره. انا وصلت لفين؟ 41 42
56 57. يلا يلا بسرعة. 100 100 100 يا قطة. الله الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ انت اللي ايه ده؟ انا مش عارف ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ يا قليل الادب، انا كنت جاي اذاكر اصلا. الله يخرب بيوتكم يا حسن. الله يخرب بيوتكم. يلا يا حسن. انت كده حتى مش تقول ان ابوك جه؟ يا ابني فهمني ايه اللي حصل. اللي حصل ده عار، تلاقيك نيلتها. اركب يا فقر. يلا الباص يركن يمين، الباص يركن يمين. اطلع يا اخويا. اعمل حسابك ان انا بايت عندك. ها قوم عد لغايه 1000 وانا اقوم. هاي رانا، ازيكم؟ وحشتيني. وحشتيني قوي. انا اسفه اني اتاخرت على ايه. ده العادي بتاعك. ايه اخبار لؤي؟ جميله. عاوزاك مبروك على العربيه الجديده. ميرسي. الله يبارك فيكي. بجد كويس يا وفاء انك جيتي، انا كنت هموت من الوعد لوحدي. بس يا رب ما تزهقيش مني في وشك في البيت وفي الجامعه. لا خلاص، يا ريت يا ريت تقعدي معايا على طول. طب هو بابي يسافر؟ اه، ومامي كمان هتحصله. وجدتي اخبارها ايه؟ هتموت وتشوفك. مسحيني من الفجر عشان اجيلك. طب يلا بينا عشان نلحق. بس قبل اقولي، ها اخبارك انت ايه؟ هتستعجليش، احكي لك يعني انا هروح فين. سوق فلاتشة مشدي عندها فيدات. حاضر فندم. يلا بسرعة طلعوا شنط دي بره. ازيك حبيبي ابو بوس هزين؟ ازيك يا عنا انجي؟ انت اشوف وشك بخير يا انا. خلي بالك من صحتك. باي يا حبيبتي. انا مبسوطه ان وفاء معاكي عشان ابقى مطمنه عليكي. ميرسي قوي يا تونت. ايه وفاء دي؟ كل لازم اسمع كلام حضراتنا. باي باي يا حبيبي. باي تونت. باي يا حبايبي. باي انا. مع السلامه. خلدون. بابا. على فين يا خلدون؟ نزل اصحابي شويه. اصحابك تاني؟ مش هم دول اللي كانوا السبب في سقوطك السنه اللي فاتت؟ يا ابني دول غيرك، عندهم اللي يكفيهم ويأمن مستقبلهم، مش هيقولوا نجيب منين؟ إيه؟ اسمع الكلام، ركز على مستقبلك ودراستك. يا بابا انا كبرت وفاهم الدنيا كويس، واعرف كيف اموري وحياتي. اه وده اللي بناخده منك، اتفضل اعمل اللي انت عايز تعمله، انت حر. اوعى تفرح باللي نزلت ديت. دي نزلت حظ يا بابا، العبره بالنهايه. حظ مين؟ ما كل مره انا اللي بكسب. وبعدين فاضل البلاك، هو خلص الجيم. مش هتعرف تنزلها. ليه بقى؟ عندك اهتزاز في الاعصاب، مش هتعرف تنزلها. اه انت بتحمرق بقى عشان العزومه. ها انت اللي هتدفع برضه. ولا بحمرق ولا بنيل، حتى لو حمرقت ما انا برضه اللي بدفع. بس المره دي بقى بالذات. ايه هدفع يعني؟ هروح فين؟ اه بحسن. يلا وريني. ماشي. هو علي بقى كده. علي. يلا يا بيه. يلا يلا يلا. لا إيه؟ لا يا حبيبي. إيه؟ اخلى اخلى. ايه بتشتت تركيزي، مش عارف العبها. تركيزي ايه؟ لا ما احبش. هتتحجج. العب العبها وشوف بس. يلا. ايه ده؟ اهو اللي حصل ده بقى قضاء وقدر كده، العزومه فركش. وي وي وي، ايه اللي عملتيه ده يا بنت عمي؟ ايه غلط؟ دي مصيبه بجد. طيب يا جماعه واضح ان انا عملت مشكله، ممكن اصلحها؟ يا ريت. ترضى بحكمي؟ اه نرضى، بس توخي الحذر. طيب ايه؟ يعني ايه؟ يعني راعي ضميرك ممكن؟ لا 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 ما تقلقش، انا بتهيألي انها كانت هنا. ايوه احييكي رانيا. حسن. موافق. لا خدها انا بقى يا عم. خدها. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ اضحكي عليا انت كمان. شكلك حلو قوي، انت زعلانة؟ يا سلام. طب يلا بينا بقى نمشي. انا اسف. وانا كمان سوري. خلاص يا جماعه دونت وري، حصل خير يا جماعه. ايه تعرفهم؟ لا بس حاسس ان انا شفتهم قبل كده، يمكن في الجامعه. انا كمان حاسس ان انا شفتها قبل كده، يمكن في المنام. يلا لحق.
ايه؟ عارف حسن؟ زي ما تكون حاجة في خيالي وبقت حقيقة. ايه؟ هي دي البنت اللي أنا بحبها حسن، هي دي البنت اللي أنا بحلم بيها. لحظة واحدة معلش. هو أنت كده من أول نظرة من النوع اللي بيحب على روحه؟ يلا يا حسن، يلا يا بابا كده في الدنيا. بصيت لي بعينيها. قلبي اتلخبط. حسيت ان كياني كله يعني. ايه يا ابني انت مش معايا ولا ايه؟ لا ازاي اوعى تقول كده، كمل كمل. وبعدين يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا ابني انت مش كنت معايا؟ ما هي المصيبه اني كنت معاك، دي المره العشرين اللي بتحكي لي فيها وانا اصلا كنت معاك. انت عايل حسن وانا غلطان ان قعدت معاك. اقعد بس. تعال اقعد. انا هقول انت بصيت لها بعينيك وهي بصيت لك بعينيها. صح. كيانك اتلخبط، مش عارف تتلم على نفسك، مش عارف في حاجات نزلت في ركبك. ايه؟ ما اعمل لك ايه من كتر ما حكيت؟ والله نفسي تسدد. لا صح واضح، تعالى كلني احسن يا حسن. انت بصيت لي في اللقمه؟ صح يا حسن عندك حق، دي مش اكلتك. ايوه والله. دي اكله 10. 10؟ هشام جه، اوعى تحكي له بقى. ليه؟ من غير ليه، اسكت انت. يا ابو علي. ايه ده في ايه؟ على فكره انا عايز منك 50 جنيه كمان. 50 جنيه بتوع ايه؟ 50 جنيه دول يا اخي على الحساب. فيها ايه يعني؟ حساب ايه؟ هو انت تتخانق مع ابوك او انا اللي ادفع؟ انت جدع، انت مش حاسس خلاص ليه؟ خلاص خلاص مش عايز منك اي حاجه، هاخد من خل. صح، هات 50 جنيه. خل خل يا اجي. لا ما تعمليش فيها سرحان، انا مزنوق. 50 جنيه بس. لو شفت عينيها يا هشام. الله 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 الله، ده انت اتطورت قوي. بوست ايه الحكايه ومن ورايا يا واد؟ يا عم مش زي ما انت فاهم، حته قمر. قمر؟ يبقى شوفها يا معلم. تشوف ايه؟ احنا ما نعرفش عنهم اي معلومات. دي حاجه في الوهم بقى، في السرحان بتاع الخل. يا ابني انت وهو ركزوا بقى، ركزوا. سلام. ايه ده، هتمشي كده من غير ما تاخد فلوس؟ هتطلع جدع معايا يا واد؟ ادام هتطلع جدع معايا كده يبقى النهارده هعزمكم ان شاء الله على السينما ترويشه جديده ما حصلتش. خد ايش. انا ما كنتش عايزك تحكي له. ليه؟ من غير ليه. هشام انت يا زفت. ايه مالك يا حسن؟ مالك متوتر كده ليه؟ مش متوتر ولا حاجه، انا شايفك واقف مع البنات بيحصل لنا دي طبيعتي يا هشام. طبيعي ده، بس انا عايزك تكبر بقى يا حسن وتبقى جريء، خش على البيت وتتكلم. تصدق مبدا كويس، اخش واتكلم على طول. لا يلا. مش كويس، احنا مش بتوع الحاجات دي. لا بتوع بقى. يلا يلا يلا. عندك في شر؟ في شر؟ لا ميرسي. في شر؟ انا حسن وصاحبي خالد وحضرتك. ومالك زعلان قوي كده وانت بتسكت؟ قلت لك انا زعلان فندم. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. ده صاحبك ده تحفه قوي. لا لا ده عفريت، ده يعجبك ده. قلت لك تحفه يعني خلاص بقى مش كده؟ طبعا صوت حسن قوي. ايه انا رايي اول ما تخش السينما تعمل زي ما انا بعمل بالظبط. مش عارف اشكرك ازاي بصراحه، مش عارف اقول لك ايه يعني. بس مش دي. ها دي. ركز في الفيلم، ركز في الفيلم. انت بتعمل ايه يا استاذ؟ حرام عليك، ابعد عني يا حسن. بقول لك هي
ايه هي يخرب بيت هي، ما تركز انت في الاحداث وسيبني انا مش هطيلك. استنى بقى يا حسن عشان خاطري. بعد اذن حضرتك. بعد اذنك. انت رايح فين؟ رايح فين يعني؟ طب انا بعد كده هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ دوس يا معلم. دوس. انت عاوز ايه؟ عايز ادوس. ما هو عملوا كده اشمعنى هما يعني؟ اي عشان تبطل. جت ضربه. انت بتضربيني؟ ايه قله الادب دي؟ الأنسة بتضربني علشان مش عايز ابوسها؟ ما ده اسمه كلام ده؟ هو البوس بالعافيه؟ حاجه غريبه قوي. يخرب بيتك الله يخرب بيتك، فضحتنا يا جماعه. مش معقول الصوت ده، مش عارفين نتفرج يا جماعه. خليك انت ركز انت في احداث الفيلم. اتضربت انت زيي؟ يا حسن منك لله يا حسن، ضيعت مني فرصه عمري. اسكت بقى، انا لسه الالم مأثر في نفسيتي منهاره. شفت الحظ يا اخي، اشوفها مرتين في نفس اليوم زي ما اكون مترتبه. بس يا خساره، كان نفسي اعرف عنوانها ولا حتى اي حاجه. انا بصراحه غلطان. ايه ده، انت زعلان عشان يا حسن صح؟ انا زعلان على الالم اللي خدته. تصدق ان انت مش جدع؟ انت مش قلت هتساعدني؟ انا كرامتي فقدت الذاكره، سيبني في حالي بقى. ماشي يا حسن. عشان يبقى غير الكالون ويبينني في الشارع. يا هشام انت غلط، اللي بتعمله غلط كده هتخرب بيتي. انا هخش البيت ده من اي حد. يا هشام افهمني يا ابني. مالكش دعوه يا عم قطا، يبقى قول لبابا هشام اللي عمل كده. بس افهمني، اقولك يا ابني. قلت لك مالكش دعوه بقى. ايه ده برضه يا هشام يا ابني؟ اشيلك على ايديا تقول انت صغير ترميني وانا في السن ده؟ حقك عليا، حقك عليا يا راجل. طيب ما تزعلش مني. لا يا ابني، انا عمري ولا زعلت منك ولا هزعل منك، بس اعذرني يا هشام يا ابني، ما باليد حيله تعليمات الباه الكبير. انا عيبك اللي بيحصل من بابا ده. عمره ما قعد يتكلم معايا، عمره ما صاحبني، دايما يشخط زعق وبس. انت بتقعد تتكلم معايا اكتر من بابا. معلش معلش يا هشام يا ابني، اعذره برضو، الوالد مشاغله كتير. ولو انا اهم من كل مشاغله، عمره ما حس بيا. الله يرحمك يا امي. ويحسن الي يا رب. على العموم انا خلاص ما كنتش عايز منه حاجه، بس عمري ما هوري له وشي تاني. هشام هشام يا ابني. مساء الخير يا عمي. فيتو يا ابني، انا مش عمك. هو بالعافيه، انت عايز ايه بالظبط؟ ايه يا عمي انت بتعملني كده ليه؟ وانا جاي اتعشى عندك. علشان حضرتك مصر ان انا عمك. خلاص خالد موجود يا ابو خالد. ايه يا ابو خالد دي؟ انت هتصاحبني؟ خالد موجود يا حاج، اظن حاج دي ما فيهاش حاجه. لا مش موجود. اتفضل. طيب يا عمي ماشي. انا مش عمي حد. اتفضل، اشارتك خضرة، مع السلامه. يا خالد يا خالد، رد عليا يا خالد، ما تبقاش زي عمي يا خالد. ايه يا عم بطلوا ده وسمعوا ده؟ يا رايحين يجيبوا شر بيين. انا مش عم حد يا اخويا، يا عم الدبب، يلا روح العب هناك قدام بيتكم. خالد مشي. استنى بقول لك ايه، جبت لك عنوان الموزه اللي انت عايز تعلقها. يخرب بيتك، وطي صوتك هتفضحنا. ايه مساء الفل على الكل يا ناس يا فل. في ايه يا عم انت؟ خش جوه بنتكلم في موضوع سر. خش جوه انت عم شكيب، هتبرد. ايه مزاك؟ براجع المقارنة. ابني يا برايا. والله هقول لطنط فاكيها. خالد سيبك منه، خليك معانا. العنوان 9 شارع 20 في المعادي، ساكنه في فيلا كده. حلوه قوي. ايوه حلوه قوي، مالكش دعوه انت. خالد تقابلني بكره الصبح بعديها، هشرح لك على كل الخطه. متشكر قوي يا ابو علي. ولا يهمك، سلام. يلا الميعاد فين؟ الميعاد في المتحف. اضرب يا خلاط. Thank you.
اركن هنا. هنا؟ خليك هنا بس كده. ولا حسن؟ حسن؟ يا حسن؟ ايه؟ ايه يا ابني انت بتعمل ايه؟ بفس العجل. ليه عيب كده يا ابني؟ مش عيب ولا حاجه، انا ياما تفسلي عجل قبل كده. قال يعني كان عندك عربيه؟ ايوه كان عندي عربيه 16 فالف، بس الزمن بقى. طب انت بتعمل كده ليه؟ دي خطه مالكش دعوه انت. انسى انسى الله يخليك هتودينا في داهيه. انت يا ابني نفسي افهم خطه ايه اللي انت بتهببها دي؟ كمل انت فسسان وانا هشرح لك الخطه. دلوقتي دي عربيه مين؟ عربيه رانيا. مفسوسه ولا مش مفسوسه؟ مفسوسه. اذ فجاه هي تخرج تلاقي في فسسان، تيجي انت بحصانك اللي مش مفسوس تفضل هي اللي مش مفسوس عن المفسوس تاخدها وتطير. انا مش فاهم حاجه. ليه؟ انا هشرح لك. مش لكل مفسوس مفسوس مضاد له في الاتجاه وبر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 وب
يوفقك. كمل فسسان صاحبي. ايه تاني؟ بص عايزك تلغيني صاحبتها حسن. انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي. اخص عليك. هو الصاحب ليه عند صاحبه ايه؟ غدوه وعشوه وكدبه. يا سلام. والرابعه يعني طناش عشان خاطر الخلت. يلا كمل فسسان. ربنا يوفقك. ربنا ياخدك. يلا عشان عندي ميعاد. ولما عندك ميعاد ومستعجله واخداني معاكي ليه؟ بطلي بقى حركاتك دي. ايه ده؟ العجله نايمه. والعجله دي كمان نايمه. انت واقف تتفرج علينا. روح هات لنا تاكسي بسرعه. مش عايزين مساعده؟ لا ميرسي. استنى استنى. ايه؟ انا بيتهيالي شفتك قبل كده. بيتهيالي؟ وانا كمان شفته برضه. اقول لك بس من غير ضحك. يعني ايه؟ مش فاهم. ايوه في ال ايوه انا بتاع البيبسي اللي وقع في البلياردو. رانيا فضلت يوم بحاله متغاظه بسببك. لا ما اتغاظتش ولا حاجه. سماح بقى. ما كانش قصدي. انت واضح كده انك على طول كده ضارب لخمه. لا ده بس اول ما شفتك. ميرسي. ما جاش ليه الغبي ده؟ ما قلت لك ناخد تاكسي. لا انا عندي حل واحد. ايه؟ انا ممكن اوصلك. بجد؟ يلا يا وفاء. يلا يا وفاء. فين ركب احنا الاثنين؟ ايوه فيها ايه؟ يلا. يا فضحتي. انا اسمي رانيا. وانت اسمك ايه؟ هو انا خالد. ودي وفاء بنت عمتي. بنت عمي. يا تعبطيش. بس اسكت انت. أول هوى سهرني ليالي مستني عنيك
وانا ملك ايديك، لو عز عليك ارحم حالي، خليك جنبي واحضن قلبي. كنت حاسس اني طاير. مش مهم ده كله، المهم صاحبتها. قول لي ما جبتلهاش اي سيره عني؟ الباب. ها الباب. مش مهم الباب، انت ما جبتش سيره عني. افتح الباب ده بين له هشام. لو هشام اوعى تجيب سيره قدامه، انت فاهم ليه؟ من غير ليه، اسكت خالص. حسن. هشام. انا جيت يا معلم. ما انا شفتك. عايز اقول لك على حاجه حسن، ما احنا كنا في سيرتك يا ريت افتكرنا 10 جنيه والله. اتفضل. ايه في ايه؟ تعرف يا حسن؟ اه. ان انت وشك حلو عليا قوي يا حسن. من ساعة لما جيت سكنت معاك هنا وانا الحركات نازلة عليا بترخ، وخصوصا اخر حركة يا حسن. حركة دمائية. وفي ايه النهاردة؟ انتوا ايه اللي جرالكم؟ ولا الجسم يا حسن. اه. الجسم يا حسن. ماله؟ الوسط؟ اه. مش عايز اقول لك. الشفايف عاملة زي الفراولة. لما تمسكها كده يا حسن. طيب طيب طيب. عينين زي عيون القمر. ولا رجلين يا حسن؟ اه الرجلين شغلانه. اه الرجلين دي يا حسن مصبوبه حته صبه كده ملهاش اي حل. كفايه كفايه. زي الهوا لمستها تدوخ. بتدوخ؟ بيقولك بتدوخ. وراسنا يا حسن. لا يا راجل، ما كنتش عارف انها عفريته بالشكل ده. ليه؟ ايه اللي حصل؟ لما قربنا من بعض وخد جه على خدها. كتير كده. كتير كتير. طب وانا مالي؟ انا مالي دلوقتي؟ انا ذنبي ايه؟ كل واحد فيكم عنده حكايات، انا اعمل ايه؟ خلاص يا حسن، وعد مني هلغيلك صاحبتها وهنخرج سوا. انت كمان هتشوف لي صاحبتها؟ يبقى كتر خيرك يا هشام. ولا يهمك، انا دلوقتي هطلع اخد حمام علشان هنزل اقابلها. انت مش لسه مقابلها؟ مدام طالبه ما تحرمهاش، طالبه اديها. مبدا كويس، طالبه اديها. اه طبعا. لكن سكه التسبيل بتاعت صاحبك دي ما بتنفعش. انت باين عليك صح. ولا ايه يا سي روميو؟ اه ما انت كازانوفا، فاكر نفسك مقطع السمكه وديلها. يا ابني بطل السواكه اللي انت فيها دي وخش في المضمون بقى وتعلم. هو كازانوفا وانت روميو وانا في البطاطس. ريحتها فيه. هو انت هتفضل تشمه كتير؟ بقيت مدمن خلاص. ما هي بتبدا بالشم، بعد كده هتضطر تاخده حقن. اللي هو ايه ده؟ الاشارب. اقول لك على نصيحه، رجعها لها وهي فرصه عشان تشوفها. والله فكره. دي فكرتي، بس المره دي بقى تاخدني معاك. ده لازم ابقى لوحدي بس. لا خلاص حاضر. ماشي حاضر. انت بتاخدني على قد علي؟ لا 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 خلاص خلاص والله. وعد وعد. انا جعان. يلا بقول لك ايه، جعان. انا مبسوط انك ما جبت سيره موضوع الياه للواد هشام. طب وفيها ايه يعني؟ لا فيها كتير. انت صدق ما انتش فاهم. غير الموضوع غير الموضوع. هو ده الاكل؟ اه هو ده الاكل. اه شايفين الكلام بتاع اليومين دول؟ ضمني حسسني بوجودك يعني. الزق يا معلم. ايه الشاعر قصده الزق؟ طبعا حداثه المطرب بتاعنا. لا انت صح من غير سؤال. صح يا ابني، ده معنى في روح في فلسفه. ضمني حسسني وجودك في روح وفلسفه. تقول عبقري. ضمني بياكد نظريه الاقتحام، تقتحم البنت من دول، تلغي لها دماغها، تمشي وراك يا معلم وتعودها على طبعك. مبدا كويس، تعودها على طبعك وتلزق. يا ابني انت ما عندكش مبدا. ليه؟ اي حد يقول اي حاجه تصدقها. انت غلط، ما تلزقش. يلا بينا قوم تعال ورايا. خليك ورايا. الله الطاف والشوك هياكلوا منك حته. انا مش كده في الشارع. اه انا مش كده في الشارع. اه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لا يمكن لا يمكن. انت مجنونه انت مجنونه. ده جميل جدا، ده احدث موضه يا حبيبي. اركزي فركزي يا رانيا. ما اقدرش ما اقدرش. العرب تتكسفي في ايه؟ احنا قاعدين هنا في كايرو مش في بلدكم هناك. ايوه يا رانيا، بس ده شكله صعب قوي. ده انا معرفتش نفسي. بصي يا رانيا، اذا كان يعني على الخروج خلاص يا ست، اللي مش عايزه اخرج مش عايزه يعني. مش ايه؟
لا يا حبيبتي انا ما صدقت اقنع جراما، وبعدين هي وافقت عشان انتي اصلا جايه معايا. بليز، وبعدين يا فوقه انا هاخدك عشان افسحك وافرجك على الدنيا ووريكي حاجات جميله قوي. طيب بس البس اللي انا عايزاه. مساء الخير. اي خدمه؟ الانسه رانيا موجوده؟ مين يا عباس؟ واحد بيسال على الانسه رانيا. اسمه ايه دي؟ قولي لها اتفضل. اتفضل اتفضل. مساء الخير. انت مين فاليتا؟ حضرتك انا خالد. عاوزة رانيا ليه؟ اصلا نسيت حاجة فجيت اجيبها لها. ايه دي فاليتا؟ شماشير جيتها لي هنا واقفة هناك ليه؟ امسكي هاي البهاسة دي كليها كمان يمكن يجي بيضة شوية. امرك فندم. هذا ايه دي؟ حبيبي وريني كده. شوف غزال شوف غزال. لقيتي على خلفك يا طلحه؟ ادينا مش قادرين احسن. انا كده بقى ارتحت. مش معقول. ازيك؟ هاي حفيدات مخيوك. انت فين؟ اشرفات سبيلات شغل اسطنبول. خلاص يا انا عندنا ضيوف. كويس ان انت لقيته. اه الحمد لله، قلت اجيبهولك على طول. مش تعرفينا بالضيوف؟ ايوه انا ده خالد، اتعرفنا عليه في النادي. انا اتعرفنا عليه في النادي. خالد. طب معلش استاذن انا بقى. لا 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 مش ممكن، لازم اشرب واحد هسا هيتبقى كويس جدا. مش قولوا لضيوفك ميرسي. حاضر يا انا. ميرسي يا خالد. على فكره خالد صوته حلو قوي. افاضل حضرتكم فنان يعني؟ اعرف ادراك بيانو؟ ايوه اعرف. اعرف حاجات قديم فريد الاطرش عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم ممكن. ارجوك من فضلك عشان انا اضرب شويه بيانو. مش بص على البنات قوام. اجري اجري. شبشنجي افندي قوام. وديني صوت على البيانو. شبشنجي قوام هنا. عبد الحليم ممكن؟ ايه. بس لو حبيتي انا ممكن اعلمك. بجد؟ يا ريت. لو ركزت تقدري تتعلمي، بس تشيلي من دماغك بقى حكايه الفسح والخروجات دي. بقول لك ايه، فكرتيني، انا عايزه اخرج بقى دلوقتي حالا. مش ممكن بنات هوانم محترمات اخرج من البيت قلقان. مش ممكن. عشان خاطري يا نناة. طب تعالي انت معانا. اذا كان كده ممكن. حضرتكم فنان كبير، اعرف سوق عربيات؟ ايوه اعرف. خلاص حضرتكم معزوم معانا. طب معلش اعفوني انا بقى. انجي هانم قال لازم تخرج معانا، يبقى لازم تخرج معانا. طب موافق، بس على شرط، انا اللي اعزمكم على حسابي. تمام، احنا موافق طبعا. يلا حبيبي. يلا حبيبي. الو. ايوه حسن. بقول لك ايه، انا في ورطه فظيعه، هات فلوس وتعالى. انت فين؟ في البيت. حلو قوي، انا في المطعم اللي ورا بيتك. 5 ثواني تكون عندي. معرفش اتصرف.
ايه كل ده بتغسل ايدك؟ لا اصل انا ليا طقوس كده قبل الاكل. اعملي الطقوس دي بعدين، كل الاكل هيبرد. انت مستني حد؟ حد؟ لا ابدا. لا يا بنتي، بيقولك عنده طقوس. طقوس. بعد اذنكم ثانيه. معقوله ابو علي؟ الحمد لله على السلامه. وحشتني. ايه وحشتك ديت؟ ما لسه سايبك من شويه. يا اخي اعمل نفسك لسه جاي من السفر دلوقتي. انا جاي من السفر دلوقتي؟ ايوه. خالد؟ معقوله يا خالد؟ والله ما عرفتكش، شكلك اتغير خالص. ايه ده؟ المهم جبت الفلوس. انا معايا 200 جنيه. حلو قوي. تعال تعال يا حسن، تعال تعال يا جماعه. احب اعرفكم بحسن، صديق عمري، كان مسافر بره بقاله 5 سنين. اهلا وسهلا. فدادي هنا جنبنا، جنبي هنا. حسن روحي يا حبيبتي انت هنا. بنت بلد، بنت بلد، بنت صح. متهيألي شبه اللي كان معاك في البلياردو. لا ده اخوه التوأم. اخويا مش تكمل تعرف في خالد ولا ايه؟ نسيت اعرفك. وفاء، رانيا، جدتهم. اهلا وسهلا. تاكل ايه بقى يا حسن؟ اكل ايه؟ معقوله هاجي من السفر على الاكل على طول؟ الفاتوره كده هتوصل ل 1000 جنيه. كلام جد؟ هما مالهم بيتوشوشوا كتير ليه؟ مش اصحابه بقالهم كتير ما شافوش بعض؟ الفاتورة يا فندم. احنا لسه ما خلصناش اكل. سوري الشيفت هيتغير. طب ممكن ثانية واحدة؟ اوكي. ما تبصش غير لما تقرا الفاتحة في الأول. بسم الله. يا رب العالمين، الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. انت مش بتاكلي ليه؟ هي بيبقى ليها طقوس معينه كده قبل الاكل. ما شاء الله ما شاء الله، شباب كله طقوس، انت وهو على طول طقوس. هو انت عملت طقوس قبل كده؟ تقريبا. حسن عايزك بسرعه. بعد اذنكم يا جماعه. هو في ايه؟ طقوس. طلعت كام؟ 1400 جنيه، ما معناش غير 400. يعني انت جايبني هنا عشان اغسل الصحون؟ انا قلبي كان حاسس. طب طلع حسن بيبص علينا. يا رب يكون الاكل عجبكم. والله لسه ما دقنا حاجه. وبعدين انا مش فاهم فعلا انتم مستعجلين ليه كده. دي طقوس المحل. طقوس. طب ممكن لحظه بس. اوكي. انا اسمك. انا حسن، في مشكله، هو راح فين؟ لا مفيش حاجه، هو بس اصله بيحب يختبر المطبخ قبل ما ياكل يعني. معدته حساسه بقى. برافو، دي طقوس بتاعه كمان. ايوه تمام، الله ينور عليك. روح يا ميري طقوسه معانا. روح. قوم يا فندم. مش شايف حضرتك ان السمك هنا غالي شويه؟ ثمنه 560 جنيه ليه؟ ايوه يا فندم، انا نسيت اقول لحضرتك ان الاكل اللي عندنا مستورد. السمك من هاواي، والجمبري من الارجنتين، والرز من امريكا. لا يا فندم، من القليوبيه ب5 قروش. كنا اكلنا الرز. وسيادتك منين؟ انا من الصومال. اهلا وسهلا. طب بقول لحضرتك حاجه، مفيش خصم ديسكاونت يعني؟ لا مفيش ديسكاونت. العمل ايه دلوقتي؟ تصدق ان شكلي انا اللي بقى وحش قدام وفاء، وخاصه حاسس انها هتميل ليا وهتحبني دلوقتي. احنا في ايه ولا في ايه يا حسن دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ممكن نرهن الموبايل لغايه لما نتصرف الفلوس. والله فكره. هتتفق معاهم؟ ميرسي يا فندم، يا رب يكون الاكل عجبكم. بجد حلو قوي، المطبخ عندكم تحفه. شرفت يا فندم. ميرسي. ايه ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تحاسبهم؟ مش انا اللي هحاسبكم يا جماعه. الانسه طلبت الشيك والمدام دفعت الفلوس. تقوم تحاسبهم من ورانا؟ انا زعلان. وانا كمان زعلان جدا. معلش يا جماعه، حصل خير، المره الجايه اعزمونا وردونا العزوم. بس صدقيني يا وفاء ما يصحش، يعني دي مش طقوس اطلاقا. كفايه بقى يا جماعه موضوع الطقوس بتاعتكم دي. عموما ما تزعلوش، لو عايزين تردوا العزومه انا عامله بارتي عشان عيد ميلادي. يا ريت تيجوا، وكمان يا خالد يا ريت تغني. ايه رايك؟ اكيد طبعا. انت لسه بتلبس البطاطين العجيبه دي يا حسن؟ ايوه هي دي. ايه ده؟ ايه جرس المصحى اللي انت بتصحى عليه ده يا حسن؟ حسن حسن بيتقفل منين؟ حسن بس بقى بس بقى.
نصحى بقى يا اخي. هشام الصوت ده جاي من هنا يا حسن. صوت المنبه ده. ايه ده؟ ابو المنبه ده كان هنا الله يرحمه تحت السرير. ايه ايه ده؟ موتته؟ وبتلبس الكرافات السوداء القاتمة بتاعتي؟ ايوه عشان جاي عندي في ابوه. لا يا حبيبي لا يا بابا، عندي معايا ترندفوس الساعة 8 وانا كمان عندي يا حسن معايا الساعة 8. لا دي هتعمل معايا شغل. ايه حسن؟ انت لسه ما لبستش؟ ده واخد الكرافات السوداء الكرافات بتاعتي القاتمة. الساعة 8. ايوه ما معاد ايه الساعة 8 يا حسن؟ لا انت مالكش دعوة، اوعى تجيب له سيرة، اوعى تجيب له سيرة. تعال ننزل ناكل في المطبخ. ايه؟ يلا ناكل ايه؟ ناكل ايه؟ احنا ناكل في الحفلة. احنا هو الميعاد في الحفلة حسن؟ حفلة ايه؟ حد جاب سيرة الحفلة دلوقتي؟ ربنا يوفقكم. بقول ايه يا خالد؟ احنا عايزين ننزل بعيد شوية عشان ما نعرفش احنا رايحين فين. زي ما تحب. بقول لك اتش نزلنا هنا بقى على ايدك بقى. رايحين فين بالظبط؟ معلش برضه اتش مش كل حاجة تعرفها يعني. هتقابلوا مين على الكورنيش بقى يا عفاريت؟ برضه مش هنقول. ما تنسوش بقى جو الذرة والحمص والترمس والحاجات دي. ربنا يوفقكم. غوري ماسيا. ايه؟ غوري ماسيا وانت يا مريان. بتقولي ايه انت؟ غوري ماسيا وريان. اللي هو صدق فهمنا غلط؟ مش مهم. ايه؟ غوري ماسيا ونيسيا. اللي هو ايه ده يعني؟ احنا عايزين الالوان ده. الالوان ده؟ مش فاهم حاجة. قال لك في مصر؟ طوالي 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 يا طوالي قولي مصر ومريا المصرية اليوم. ايه ده؟ ده هشام اهو. ده بيراقبنا بقى يا عم. بيراقبنا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ مش الكورنيش كان احلى؟ بس بصراحه بقى زيكم في البنات عاجبني قوي قوي قوي. ده ذوقك ده حسن. ايه بطل الاستفراط بقى؟ احنا عندنا معاد هنا. الو. ايوه حبيبتي. حبيبتك. ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ عايزين نزوغ من غير ما هو يحس. ليه؟ هو كده من غير ليه؟ انا مش عايزه يعرف حاجه عن الموضوع بتاعنا. بصراحه انا مش حابب طريقتك مع هشام دي. مالكش دعوه انت، انتش فاهم. لو شاف البنتين ممكن ياخدهم منك. هو كده كل البنات بتحبه، كل البنات حلوين. تعال نزوغ من غير ما ياخد باله، نعمل نفسنا ماشيين. يلا. يا ساتر خلصنا منه. ليه يا ابني؟ انت غريب جدا على فكره. غريب ولا حاجه، ده هو الواد ده غريب. ايه ده؟ ده ايه الصدف دي؟ معايا في نفس الاسانسير. على فين يا حلوين؟ حضرتك بتكلمني انا؟ لا 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 ما تاخدش بالك. ايه ده الاسانسير وقف؟ لا ده احنا متراقبين، دي مؤامره. لا انتوا طلعتوا بس بشكل، انتوا تسبقوهم وهم يحصلوكم. برافو حسن تربيتي. بعد اذنكم احنا في اسانسير مش اتوبيس يعني. هنا. ايه يا ابني؟ طب هو جايين ورايا ليه؟ انتوا مش طالعين فوق؟ يلا. طب مين قال لك ان احنا طالعين فوق؟ احنا داخلين القاعه ديت هنحضر عيد ميلاد يا بابا. ده نفس عيد الميلاد اللي انا احضره. طب كنت اقوله من الصبح. يلا يلا. انت فاهم حاجه؟ برجرجر يلا. اه انا سهل. هاي هشام. انت ازاي؟ تمام. اسمح قوي قوي. مش بقول لك كل البنات بتحبه؟ يظهر كده. اهم حاجه ما هو ما يشوفش رانيا. اول ما تيجي انت اللي تدخل عليها على طول. انا مش قادر اتلم على نفسي. ليه؟ انا كويس كده؟ زي الفل جميل. بس في فات لينا في الاول. انت قلت لها بحبك ولا لسه؟ لا بس لمحت لها من غير كلام. ازاي؟ كنت على الموتوسيكل وغنيت لها قلت لها بحبك. يا سلام، ما كل الناس بتغني يعني. خلاص كل الناس بتحبها، انت هتموتني بدري. انت اول ما تقابلها تقول لها بحبك 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 بس. ايه هتفضحنا يا ابني؟ اسكت. ما هو ده المطلوب. الحب مليان مصايب وبلاوي وفضايح يا ابني. اسكت يا حسن اسكت. هشام جاي. غير الموضوع غير الموضوع. ايه اخبار الاكل؟ الاكل لسه ما جاش. لسه ما جاش بس هيجي الاكل. انتوا قاعدين كده ليه؟ هي دي لجنه امتحان يا جماعه؟ ده عيد ميلاد فكوا كده. باين عليهم وصلوا. اقرا فاتحه في سرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توكلنا على الله. مش في الزحمة، مش في الزحمة، تعالوا معايا. تفتكر رانيا هتسلم عليا ازاي؟ مش عارف، بس متهيألي وفاء هتفرح لما تشوفني. انا مش عارف اعمل ايه، اقف ازاي ولا مش عارف. خليك طبيعي كده وابتسم. الحق الحق صاحبك عينه عليها. هابي بيرثداي. ثانك يو هشام، وحشتني. مش حسن شكلها هيبقى وحش. ازيك يا خالي؟ ازيك؟ ايه انت مش فاكراني؟ حسن، ازيك يا حسن؟ مبروك. مبروك على ايه؟ مش فاهم. على الحفله، على عيد ميلاد رانيا. الله يبارك فيك، ميرسي. ايه يا خالد، انت لسه عند وعدك؟ مش هتغني؟ طبعا هيغني. معقول هنكسفك؟ هعرفك بصحابي. هاي خالي. هاي رانيا. ازيك يا حسن؟ ايه الحكايه، انتوا تعرفوا بعض قبل كده ولا ايه؟ يعني معرفه قديمه، بس انا نسيت احكي لك. وفاء بنت عمي. هاي وفاء. ازيك يا هشام؟ يلا عشان اطفي الشمعه. مش هتيجي؟ حالا هحصل لك. تجنن مش كده؟ امال فين صفاتك يا عم؟ عندها ظروف. ايه رايك يا حسن؟ رايي ان احنا نحس وش فقر. مبروك يا هشام. الله يبارك فيك. انا قلبي كان حاسس. بالظبط الليله مش فرايحي، انا عايزك تقلبها غم، عايزها نكد، عايزك تقطعنا.
انا قلت لك يا عم غني اغنيه تقطعنا مش تدمرنا. بس الحب ده عجيب قوي، كله لخبطه. انت بتحب واحده بتحب واحد صاحبك، وانا بحب واحده يظهر كده بتحب واحد صاحبي قوي. تعالى تعالى. شفت بقى اللخبطه؟ مالك؟ حاسس اني مخنوق. واضح انك واقع لشوشتك قوي فيها غصب عني يا حسن. لا خالد، لازم تفوق بقى من الحكايه ديت. دي بتحب هشام، وهشام ده صاحبك، يعني لازم تاخدها من سكات وتبعد يا صاحبي. انت بتقول الكلام ده حسن؟ ما انت كنت معايا من الاول. انا حاسس باللي انت فيه وقتك، بس انا بقى متعود على الصدمات. انا حاسس ان الدنيا برد قوي. تعالى ناخد تاكسي يروحني ويروحك. يلا بوري مصر لو ناسي ليا. لا مش عايزين نركب مع دول، هناخدها ماشي احسن. يو كريزي، سايب لنا الناس والحفله عشان نيجي هنا؟ عشان عايز اعمل لك مفاجاه. رانيا النهارده يوم خاص بالنسبه لي، عيد ميلاد. ممكن بقى تغمضي عينيكي بس توعديني انك ما تفتحيهاش. اهو اما نشوف. ايه ده انت عملت ايه؟ بحضر للمفاجاه. ايه انت شارب ولا اتجننت؟ رانيا النهارده عيد ميلادك، ما تبقاش باي خبر. ما تضايقنيش رانيا، اوعدك انك مش هتضايقني. الله، قلت لك مش عايزه، انت بتفهمش؟ وبعدين قوم روحني دلوقتي حالا، يا اما همشي لوحدي. اوكي اوكي، بس انت كبرت الموضوع قوي، عملت الحكايه شرف البنت. اسكت خالص، ما تتكلمش ولا كلمه لغايه ما توصلني البيت. اوكي. من غير اوكي. اورايت. من غير اورايت. اتفضلي. وبعدين يا ابو يوسف، انت هتفضل يا اخويا قاعد جنب الباب كده لحد امتى بس؟ هنعمل ايه؟ قدرنا. اهوي بس بالراحه عليه شويه والنبي. كنت فين لحد دلوقتي؟ رد. بابا لو سمحت ناجل الكلام للصبح. لا دلوقتي، ولازم اعرف اخرتها ايه معاك. يا بابا ارجوك. راجع لي وش الفجر وسكران كمان؟ هو ده العلام اللي انت اتعلمته؟ اصلك مش هتفهمني. هفهم ايه؟ هفهم ايه؟ سهر يوماتي وسكر وعربده، انت ما انتش عارف ايه اللي بتعمله. يا بابا انا مش عيل صغير عشان تعاملني بالشكل ده، انا زهقت. ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتعلي صوتك على ابوك؟ انت اتقابلت في عقلك يالا؟ مالكش دعوه انت يوسف لو سمحت. هو اللي مالكش دعوه، انت اتجننت؟ انا هسيب لكم البيت وامشي. مش هتمشي ولا هتطلع هنا خالص. اوعى انا بقول لك كده. بص سيبه يا يوسف. يا بابا بس رايح فين؟ خلاص ما عادش لكم كبير، هتشتكي من واقف. قلت لك سيبه. اوعى يا يوسف. بقول لك مش هتمشي. اوعى. خالد خالد ادخل وقف الباب يا حبيبي. يا ابني بس تعرفي ان الشله دي لذيذه قوي. اه شله لذيذه. صباح على خير. انا غلطانه ان انا استنيتك لحد دلوقتي. قومي فوقي. اه يا ستي غلطانه انك استنيتيني. خلاص وبعدين ولا عايزه اكلمك ولا عايزه اكلم حد. وهشام ده بقى بالتحديد انا مش عايزه اكلمه. اهو هشام قلبتي عليه في ثانيه. بطلي تضحبيني في الكلام، بلاش خبز الفلاحين ده. قلت لك هقول لك الصبح، نامي بقى. بطلي الحركات دي، انا مش واحده من معجبينك. انا وفاء، وفاء بنت عمك، وعارفاكي كويس قوي. مش فاهمه. انا بقى فاهمه، انت مش هيجيلك نوم اساسا قبل ما تحكيلي. بس تعرفي انا بقى مش عايزه اعرف حاجه. لا خلاص احكي لك يا وفاء. اصلك مش فاهمه يا رانيا، انا مش يعني مش عايزه اسمع. مش بقى خلاص احكي لك بقى خلاص. بس احلفي احلفي انك مش هتقولي لحد. هقول لمين يعني؟ هقول لجدتك؟ قولي بقى وخلصيني. انا اتخانقت مع هشام. انت كنت عايز تبوسها فين؟ ابوسها فين يعني يا فالح؟ في بقها صح ولا لا؟ انت في بقها ولا لا؟ طب اهدى بس يا حسن، انت ليه دايما محسسني كده انك مخضوض ومهزوز؟ بالراحة، الواحد بيبوس الواحدة فين؟ أنت
انا عارف، بس عايزك انت اللي تقول. طب عايز تعرف ليه بس يا حسن؟ اه عايز اعرف وخلاص. هي اكيد لطشتك بالقلم. لطشتني بالقلم ايه؟ وانا تلميذ زيك. شوف مين على الباب. يا وقته. هتيجي هتيجي، اكيد ليها تكاية. خالد، ايه يا ابني ايه اللي جاب؟ اتخانقت في البيت. ايه الحكايه؟ جرى ايه؟ هو النهارده يوم الخناقات العالمي ولا ايه؟ انا برضو النهارده لسه متخانق مع صاحبتي. ده انت عليك كذب. انت مش كنت انت وهي سمنا على العسل في المقطم؟ كنا، بس قلبت بغم. ما تصدقش الواد ده، الواد ده نص كلامه كذب. لعلمك ده كانوا هما الاثنين في المقطم وكان عايز يبق. لا لا، ما كانش عايز يبوسها. ما تاخدش في بالك، ما تاخدش في بالك. عايز رأيي بصراحة. يا ريت. أنت غلطان في حق أهلك. بعد كل اللي قلته لك يا حسن، أبويا مأيد حريتي على الآخر، وكل تصرفاتي ما بتعجبهوش. بس كل ده ما يمنعش إن أبوك بيخاف عليك، ونفسي يشوفك أحسن واحد في الدنيا. طب ما أنت أهو ليك أب زي تمام، ومع ذلك عايش بحريتك، بتعمل اللي في نفسك. كفاية إنك عايش لوحدك في فيلا طويلة عريضة. قلبك أبيض. هو هنا الفيلا الطويلة العريضة اللي انت شايفها ديت بتاعت جدي الله يرحمه، يعني ماليش اي تصرف فيها. ثانيا، اللي انا فيه ده غصب عني. كانش ممكن اعيش مع مرات اب ولا جوز ام ولا انام في الشارع. ظروفي كده. طلعت لقيت ابويا وامي منفصلين من وانا صغير. انا تربية دادا خالد، كل واحد فيهم علشان يرضيني يجي يرمي لي شويه فلوس ويمشي. هقول لك ايه بس، كفايه ان انا اتحرمت منهم. انا شبطان فيكم عشان يبقى لي عيله. انت مش فاهم حاجه، مش حاسس بالنعمه اللي انت فيها. الوضع اللي انت رافضه ده انا بتمناه. يا ده حسن، كل ده جواك وعايز تهرج معانا طول الوقت. سيبك مننا، المهم انت، انا عايزك تفوق. انا فايق يا حسن، بس نفسي اجرب ابقى لوحدي، اغلط، اتعلم، اتحمل المسؤوليه، وبعدين انا بشتغل واقدر اعتمد على نفسي. كل ده جميل، بس مش هو ده السبب الحقيقي. قصدك ايه؟ انا فاهمك كويس. انت اتغيرت من ساعه ما شفتها. قد كده بتحبها؟ مش عيب ان الواحد يحب. لا عيب لما يبقى الحب من طرف واحد. انت عارف كويس قوي انها مجنونه بهشام. انساها يا خالد، رانيا مش ليك. انت عارف ان انا اللي حبيتها الاول، وكمان ما اقدرش انساها. يا نهار اسود نايل، وانت هتجيبه من بره؟ على راي المثل، اكفي القدر على فمها يدلق الفول منها. ماشي ماشي. طب باي انت دلوقتي. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا شلت لك مش عايز اشوف وشك تاني. انا جاي عشان اعتذر، ممكن بقى تقبلي اعتذاري؟ ما تفتكرش ان انا عبيطه وتضحك عليا بكلمتين، بس عشان جيت هنا انا ممكن اسامحك. صدقيني انا مش ممكن ازعلك ابدا. على فكره انا ما نمتش طول الليل بفكر فيك. حتى شوفي عينيا. ايه مالها بقى عينك؟ بيموتوا فيك. ياه، تحس انك عنطجي قوي. طب ممكن نخرج النهارده؟ لا مش ممكن. رانيا طبعا ممكن يا هشام. هكلمك على تليفونك. اوكي اوكي. باي باي. صحيح يا شو توصل لها ويحس فيا قلبها. بكرة إن شاء الله هولها. يا نهار اسود، ده صوت الواد حسن. يو استنى بقى. استنى ايه؟ دهبل دهبل ممكن يفضحنا.
انجار انجار فريق حرامية المسخرة دي؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ما هو يا عفريت يا حرامية انا مش عارف. حسن حسن هتفضحنا الله يخرب بيتك. مساء الخير يا فندم. ايه المسخرة دي وقلة الأدب دي؟ عمري ما شفت كده. ايه؟ قلة أدب. واللي انت لابساه ده ايه؟ مش مسخرة؟ مين يا حسن؟ انت اللي مين؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا بس هفهمك يا حسن. خش يا اخي وهفهمك. انا عايز افهم انت بتعمل ايه هنا؟ يا اخي وايه اللي مقلعك؟ انت هتفضحنا. تعالى بس هفهمك. لا استنى انت. انا عايز اعرف مين اللي هنا. حسن حسن اقعد بس هفهمك. يا اخي اقعد بقى. في ايه؟ هيكون ايه بس يعني حسن؟ ايه؟ ايوه. لا لا يا هشام مش في بيتي يا هشام. ليه يا اخي؟ وانت مش صاحبي ولا ايه؟ يعني ايه صاحبي؟ في ايه يا هشام؟ ثانية واحدة وطالع على طول. ايه يا حسن؟ في ايه يا هشام؟ وبعدين بقى يا هشام؟ على طول طالع. ثواني يا جماعة. وبعدين يا هشام؟ وانت لسه شفت حاجة؟ ما تيلا بقى يا هشام. استنى يا هشام. انا اهو عملت اللي عليا وكسبت الرهان. اتضايق عليكم انتوا صح؟ حسن. اه يا شيخ ازيك؟ حسن صاحبي. اهلا يا فندم. وانا كل ما اشوفك الاقي معاك بنات جديده تعرفهم ازاي دول؟ ابدا يا حسن، انا عرفت واحدة بس وهي اللي قالت للباقي. ثانية. يا حبيبتي. حبيبتك؟ ده مش عادل. لا لا ما عنديش مشكلة خالص النهاردة. فضل. اوكي. معايا اهو، هيكلمك. مين؟ رانيا. كلم يا عم رانيا، في ايه؟ رد. الو؟ ازيك يا خالد؟ ازيك؟ فينك مش باين. انا؟ انت حتى بقيتش تيجي الجامعة. لا والله. مش انت وعدتني تعلمني البيانو؟ حاضر في اي وقت تحبي. يبقى هات صاحبك وتعالى. حاضر، هبقى اجيب حسن معايا. مع السلامة. وشك مسفر كده ليه يا زميل؟ يا سلام بقى يا خلي، لو تشبك انت مع وفاء وانا هتبقى معايا رانيا تبقى الموضوع. لا يا اخويا تقسموها انتوا كده وانا واقف. وفاء لا، وفاء لا. طيب طيب استفوا مع بعض، انا مالي. حلوة قوي دي. ماله خالد فيه ايه؟ هو اللي ماله؟ انت عايز تكوش على كله؟ يا عيلتي اتجننت ولا ايه؟ يلا بينا عشان نلحق. يلا اركب. يلا خفة خفة. ماشي يا خفة. يلا حلو كده؟ اه بحبها. الخدمة النهاردة فايف ستارز. والله ما انت عاملة حاجة، الخدمة كلها عليا النهاردة. لا ما هو ما ينفعش. لا خلاص انا حلفت. وبعدين مرة بقى من نفسي تنفذي لي طلبي. طب بس ما تحلفش تاني، انا ما بحبش اللي بيحلف. خلاص يا ستي، والله ما انا حالف. صوت بلاش دوشات، عايزين نسمع موسيقى. وفاء. ها؟ يا رانيا فين؟ نازلة حالا. اتأخرت قوي كده ليه؟ اتفضل يا هشام. اتفضل يا حبيبي، اشرب. مالك راضي عني كده ليه؟ لا ازاي؟ اوعى تقول كده، انا طول عمري راضي عني. اشرب بس اشرب. قطيعة، محدش بياكلها بالساهل. ما تتصوريش ببقى سعيد قد ايه وانا معاكي. قصدي وانا معاكوا يعني. تسمحي تاخدي مني ديت؟ ميرسي. رانيا. ازيك يا هشام؟ ايه؟ ايه مالك؟ ايه مالك يا هشام؟ مالك يا هشام فيك ايه؟ بطني بطني. ايه مالك؟ بطني على الكابينيه. يا ايه؟ انا كمان عايز امان. خلاص يا جماعه ما تقلقوش نفسكم، ازمه وعدت، ازمه وعدت. انت مش كنت عايز تروح الحمام؟ انا؟ بس لا، ما انا ازمتي عدت الحمد لله، انا كويس. رانيا تحبي نعمل الدرس ولا؟ لا لا لا
اوكي. يا الحمد لله. بقيتي كويسه الهكو دي. نعم سامع وغلط. يا بتضحك ليه؟ مش عارف بضحك ليه. دمها خفيف قوي قوي قوي. سوري يا رانيا ما سلمتش عليك. هاي. بدأ لويش يا جماعه. انا عارف علاجه. ايه معلق حسن؟ نجيب له دكتور ولا حاجه؟ لا يبقى كويس ان شاء الله. يبقى كويس. مرحبتين بيك يا بنيتي. مرحبتين. تو واصل يا بوي؟ ايوه تو واصل. عندي مشوار هناك وراجع البلد بعد الفجر. قلت يعني قبل ما نعاود نعدي عليكم. وانا كمان. منور يا بوي. مرحبتين يا وفاء. انا مهلي يا بنيتي. انا مهلي. مرحبتين. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا ست هانم. مرحب بيكم. حط الزهره يا ولد. حاضر يا بوي. على الارض على الارض. حاضر يا خاله. ايوه مساء الخير يا عم. ايه ده مين ده؟ مش هتعرفين عليه ولا ايه؟ اطخه يا بوي. ده 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 خاله زميلنا بس وبعدين صحابه جوه. خالد مرحبتين يا خالد. مرحبتين يا ولدي. بطني يا حسن مش عارف ايه اللي حصل. ده حاجه عجيبه. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. يا ساتر انت وشك اصفر بجد يا حسن وعينيك حمرا. ايه واضح ان دي حاله تسمم. تسمم يا حسن؟ ايوه يا شيخ. يعني هموت يا حسن ولا ايه؟ غالبا بس طبعا الله اعلم. بس بيني وبينك لو انت هتموت المفروض تموت في سريرك او في عربيتك عشان تبقى معزز مكرم. هيبقى شكلك وحش قوي لو مت هنا بصراحه. وصلني يا حسن وصلني. ايوه وصلني يا حسن. وحدوه. لا اله الا الله. بالقمر خلينا نحضن سوا بينا الهوى يدفينا يا حبيبي وعارف ليه انا لو عايز اعيش في الجنه انا اتمنى اعيش حواليك. عارف ليه؟ علشان جنب قلبي لقيتها اللي اتمنتها في حضن عليك وفي حضن عليك يا حبيبي. غمضت عيني شوية ولقيت في هواك يا حبيبي في نارك حتى في جرحك بنسى النار يا حبيبي واسامحك. عارف ليه انا لو عايز اعيش في الجنه انا اتمنى اعيش حواليك. عارف ليه علشان جنه قلبي لقيتها اللي اتمنتها Thank you.
الحب بشوق على القلب وقاله افتح ليا جاب لي عينيك يا حبيبي عينيك يا حبيبي صح الهوى فيا الحب بشوق على القلب وقاله افتح ليا جاب لي عينيك يا حبيبي عينيك يا حبيبي صح الهوى فيا شفت بحبك احلام جايه واحزان رايحه كل ما اقول يا حبيبي حبيبي اقولها بفرحه شفت بحبك احلام جايه واحزان رايحه كل ما اقول يا حبيبي حبيبي اقولها بفرحه حتى في نار حتى في جرحك بنسى النار يا حبيبي واسامحك وعارف ليه انا لو عايز اعيش في الجنة انا هتمنى اعيش حواليك وعارف ليه علشان جنة قلبي لقيتها اللي اتمنتها حب عالي وعارف ليه وفاء. عاوزه ايه من وفاء؟ انت مش مبسوطه؟ طبعا مبسوطه. انت كمان شكلك مبسوط قوي جدا. حلوه قوي الاغنيه اللي غناها خالد مش كده؟ طبعا هتتجنن. نفسي نفسي يغنيها لي تاني. طب نامي واحلمي. معلش عايزه اشوف بابا قبل ما يسافر. تصبح على خير. بلاش بواخه بقى. مش فاهمه. بس انا مش فاهمه حاجه. الله اهو الاحمر مع الابيض هيعمل شغل ما حصلش. تفتكر فكره الورد دي صح؟ طبعا صح. انت النهارده غنيت باحساس. رزعت احساس ما حصلش كمان بوكيه ورد البنت كلين معاك على طول بس الاحساس ده مش من حقك يا حسن لا من حقك اسمع كلامي طب وهشام انت فكرك تفرق مع هشام زيها زي 100 واحد عارفهم قبل كده تحب صرح هشام اياك اوعى تعمل كده خلاص سيبني بقى اتصرف خد اديها دي كمان مش خساره فيك يلا ايه ده ما شاء الله كان نفسي اديها لاي واحده تحبني اعمل بيها ايه انت النص وهي النص حبوا بقى اتعلموا الرومانسيه زي ما رزعت احساس ارزع ورد الرزعه هيبقى للصبح فهمت حاجه من المحاضره بتاعت امبارح دي لا تاخد جم اه ميرسي رانيا انا كنت عايز اقول لك حاجه ايه يا خالد قول انا انت ايه يلا يا رانيا المحاضره هتبتدي طيب هشوفك بعدين يا خالد باي يا عم مالك قاعد كده زي ما تكون بتصطاد انت جبت الاشاره دي منين زي ما يكون ربنا بيديني اشاره اه اشارتك قادره شم 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 اوعى ما جيتش ليه؟ ايه؟ علي صوتك شويه عشان هنا دوشه ورطه ايه؟ حلو
ايه ده احنا يظهر جينا غلط؟ يظهر كده. ادخل يا طويل في خرابي على طول تجنن. اول مره واحده تعجب بيا. الا القمر زعلان ليه؟ اهلا 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 اهلا. عشان تعرفوا بس ان انا مش حرمكم من اي حاجه. ها هي دي الورده؟ احلى ورده في الدنيا. ولا ايه يا ابو علي؟ استنى انت بس خالد، عايزين نفهم يعني. ها يا حسن، جبت الفلوس ولا؟ ده خالد لسه قابض. خالد ماشي. لا 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 لا، ما ينفعش ما ينفعش يا خالد، لا ده عايز يمشي الحقي. ايه يا قمر؟ هو ادخلي الحمام زي خروجه؟ ادخل جوه نتفاهم. ادخل جوه نتفاهم. خليك انت حسن. طب انا هعمل ايه؟ انا هستنى ليه؟ مع نفسك بس. انا بقول لك تعالى بس. تعالى تعالى يا اخي، اقعد بقى ما تنحش كده. ما تفكها بقى يا عم خالد. معاك كام بقى؟ انت تقلان عليا ليه؟ ها؟ لا استنى، يعني لسه خان. هو ماله؟ يعني نيو تعجبني. اساعدك؟ لا ده تخصصي. عملت حاجة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حضرتك مين؟ مين؟ حضرتك من الفراعنة؟ يا ساتر يا رب. خاينة! سامحني يا نونو، انت عارف انا بحبك قد ايه؟ نونو. مين نونو ده؟ جوزي يا مدام، جوزي. بتخليني مع ده؟ لا مش انا بس، ده في اتنين جوه. بتخليني مع تلاته؟ سامحني يا نونو. يا نهار اسود. هات رجلك ابوسها. ما تستناهاش يا نونو، دي خاينه. اخرس انت. ايوه في زوم. سامحني يا نونو حبيبي، هما اللي اغروني. نونو خش جوه فجرة. نونو جه. نونو مين؟ نونو مين؟ اعلى يا نونو، اعلى يا نونو عشان خاطري. اخر مرة حبيبي، هما اللي اغروني. بلاش مسدس يا نونو، بلاش يا نونو. هو ده نونو؟ مساء الخير. هو ده نونو؟ تخيل. اطلعوا فراشكم. يا مصيبت بطن مكركبة. عاجبك كده؟ انا عمري ما اتحطيت في موقف زي ده. يعني شايف ان انا متعود؟ انا فللت بالموبايل وانا بمفاتيح العربية. يا جماعة احنا اتنصب علينا. طبعا اتنصب علينا، عشان كده لازم نبلغ البوليس. بوليس؟ انت عايز تفضحنا؟ وما هنعمل ايه؟ هنركب العربية ونطلع لعندك. طب يلا بس استنى لما بتاع الجراي ده يعدي. لا عادي عادي، كأنك بتشم الهوا. عادي يمشي عادي. انا عارف. ولا هروب سلاسة مجانين، حاجات عجيبة بتحصل في البلد. هتعمل ايه؟ هترتب الجرايد. صدق فكرة؟ والله فكرة. هات ده عايز اقطع. مغص فظيع. مش قادر مش قادر. وصلوني لاي حمام. يا نهار اسود، ده في لجنة. خش يمين. اقف يلا اقف يلا يلا اقف يلا اقف يلا. مساء الخير يا باشا. بطل عربية. انتوا بتعملوا ايه هنا بقى؟ ابدا يا فندم، احنا كنا بنتمشى شوية، يعني بنشم هوا. بتشموا الهوا؟ ما هو واضح. وايه ده؟ ايه اللي انتوا عاملينه بنفسيكوا ده؟ ايه يا فندم؟ عادي صح؟ طبعا صح. صح؟ عادي. طب انزل انت اهو. يلا حبيبي انزل انزل. في هنا حمام قريب، اصل بطني ايه؟ يا ابني حمام ايه وبطني ايه؟ اسكت يا ابني. بقول لك انزل انت وهو، ولا عايزين حد ينزلك؟ لا 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 فندم، انا هفهمك. انا هفهمك. مفيش وقت تفاهم، في وقت بطني. يا ابني اسكت. انا مش عايز ولا كلمه. بقول لك انزل انت وهو. هاتوه خدونا انزل. تعالى هم يالا شويه. يالا مالك يا ماشي كده ليه يا فندم؟ انا اصل لو زودت السرعه هيحصل انفجار مروع. احنا هنستظرف يا حبيبي، بطايقكم.
يا فندم احنا ما طقنا نسيناها فوق، قصدي احنا كنا لا احنا كنا في حفله تنكريه. بالظبط يا فندم، كنا في حفله تنكريه. والله حفله تنكريه. فين بقى يا شطار؟ في شارع الصحافه. ايوه حضرتك حتى شوف ادي الاخبار، اهرام الجمهوريه. سلموا الاحين. انا اسمع كلامك تاني، كل المصايب تيجي من تحت راسك انت بس. بس بقى هتصرف ازاي دلوقتي؟ مش معاك موبايل؟ ما تتصل باي حد يجي يضمننا. ايوه صح، انا هتصرف بسرعه. حاضر. الو. ايوه عم محمد. من مين عم محمد؟ ايوه عم محمد، انا حسن. بص يا عم محمد، انا مش عايزك تتخض عليا، انا هشرح لك الموضوع من الاول. طبعا حضرتك عارف ان انا شاب وشباب دايما. لسه هتحكي له ولا ايه؟ استنى بس. ايوه لا انا معاك يا محمد. ايوه طبعا ممكن نغلط، ممكن يغلط علينا. ايه يا عمي؟ يا عمي خش في الموضوع. ما اقدرش اكلمه كده على طول، لازم امهد له. ممنوع الموبايل هنا يا استاذ. يا عم استنى بس، استنى انت كمان. تعالى بكلم مين؟ بكلم محمد بيه. ايوه عم محمد. طب مين عندك؟ طب انده لي استاذ ابراهيم. دخلهم الحجز وخد منهم اي متعلقات. يلا انت قدام انت وهو. يلا. ايوه استاذ ابراهيم. ايه؟ تلات مجانين هربوا المستشفى المجاني النهارده؟ انت لسه واقف؟ ثانيه واحده، انا بكلم الاستاذ ابراهيم. بقول لك استاذ ابراهيم مين؟ يلا قدامي. استاذ ابراهيم بص يا دكتور، طنط كوثر. ثانيه كوثر مين يا عم؟ بقول لك يلا. ايوه استاذ ابراهيم، احنا في اسم النزهه. ايوه في اسم النزهه، النزهه مش الموزه. يلا يا عم. الحمد لله. يا نهار اسود، انت عملت ايه؟ انت مش قلتولي اتصرف؟ اتصرفت. انت بتكلم امك لا اله الا الله وتفضحنا؟ يلا يا وفاق عشان زمانهم. ايه ده؟ ايه ده؟ احنا اتنجرنا قوي. سعليك يا رانيا، خضتيني. ايه النظام عامله ده كله يعني عشان مين؟ ايه يعني نظام مين؟ ايه ده يعني؟ يمكن تكوني عامله الحاجات دي عشان مين؟ عشان خالد؟ ممكن. هو يعني صحي لطيف وظريف وصوته حلو وعينيه تهبل، يعني باختصار كده يستاهل ده كله. انا مش فاهمه انت بتتكلمي على ايه اساسا يعني. يا سلام، عايزه تفهميني ان انت مش معجبه بخالد؟ حتى لو معجبه بيه، حيائي كبنت يمنعني من اني افكر في الاعجاب ده نفسه. Very old fashion، ده قديمه قوي اللي انت بتقوليه ده. شوفي بقى، هو ده الفرق اللي بيني وبينك. انا بحب كل حاجات زمان، وانت مبهوره بكل تقلع دلوقتي. ايه ده، عايش نفسك ابدا. يعني نسيب الكلاسيكيه والفلسفه دي وبعدين نلحقهم وبعدين نبقى نتكلم. مش عايزه ترقصي من غير زعق؟ ما بحبش. على راحتك. طب مش عايزه تعملي اي حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ طالما مش عايزه ترقصي يعني ممكن نتمشى شويه، نتكلم حتى مع بعض. مش حاسه اني عايزه اعمل حاجه غير اني اتنح وبس. تنحي؟ مش ساعات بتحس انك مش عايز تعمل اي حاجه في حياتك؟ هو انت يعني انا مش على هواكي خالص يعني؟ ليه بتقول كده؟ انت انسان طيب، وانت عارف انا قد ايه بعايزك يا حسن. ربنا يكبر بخاطرك. عن اسمك. كنت بتفكر في ايه؟ ولا انت بتقول اسرارك للنيل بس؟ النيل يا ما حكيت له، بس ما كانش بيرد عليا ولا حتى بيسمعني. أنا ممكن أخلي النيل يرد عليك ويسمعك.
هقول ايه ولا ايه؟ قول حاجة، قول كل حاجة وانا هخليه يسمعك. ايه سكت ليه؟ شايفة المركب اللي بعيد دي؟ مالها؟ شكلها جميل من بعيد، بس يمكن لو قربت ما تبقاش بالجمال ده. فهمك، مبهرة بس طول ما هي بعيد. تمام، عارفة ده معناه ايه؟ ايه؟ ان الناس من بره حاجة جميلة، لكن جواهم حاجة تانية خالص. وليه نحط نفسنا في الحيرة دي؟ ليه دايما بنبص اعلى من مستوى نظرنا؟ ليه الممنوع مرهوب؟ ليه دايما كل اللي احنا عايزينه بيحصل عكسه؟ أسئلة كتير وملهاش جواب، مش كده؟ زي ما تكوني عارفة عايزة أقول إيه. ممكن كمان أقولك حاجات أكتر من كده بكتير. أوكي. إيه تاني؟ تعرف إن العذاب غريزة مرتبطة بالحب. أيوه، بس دايما بيبقى حب من طرف واحد. لا، مش شرط. لا شرط، وخصوصا لما يكون واحد من الطرفين مش حاسس بالتاني، حتى لو اتأكد انه بيحب. كل واحد واخد واحدة وانا طيشة كده. ممكن انت تتحكمي؟ طيب اوكي، انت عندك ضمير. طيب بس بص في عينيه كده وركزي لو سمحتي. اشمعنى؟ عينيه خضرا اهي، يعني لسه ما استوتش. يلا يلا خليها. يلا 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 يلا. خسارة يا خالد. سوري يا خالد، سوري فعلا. والله ايدي ايدي اتلوحت. والله ايه ده؟ ده شاش، ما انا عارف اني هغلبك. عالجيه، ممكن تعالجيه؟ ايه ده يا حسن، مش فاهمه حاجه. معلش عالجيه عالجيه، بقول لك عينيه خضرا لسه ما استوتش. يلا يا جماعه هتعالجوا يا جماعه. يلا يا خالد. معلش عالجيه عالجيه. انا مش عارف، تعبان، نظره ضعيف، حب واحده طلعت خرطوم. تعالى تعالى، ما خدتش معاك. تعالى حد واحده طلعت ايه؟ يا عسل. تعالى تعالى اقعد اقعد. انت اللي قايل لاولادهم. طب يا شيخ، يا عسل. ازيك يا حسن؟ ده سلام على طعام، ده سلام على طعام معروفه ديت. يا اخي حرام عليك ده كله. معلش حرام عليك، هتاكل ده كله؟ اتاري الكافيتيريا ما فيهاش اكل. ما فيهاش اكل. طب هات بقى. لا بصي، عرضي حالك يا زيدي. خدي بالك ده كانوا بيرضعوه لحمه. ايه ده ايه ده، ايه الخفه دي؟ لا عيب، جايبك تقول نكت مش تغلس. قول نكته انت يا خالد. هو انت سبت حاجه تتقال؟ قصدك ساب حاجه تتاكل؟ حلوه حلوه. لا يا جماعه حرام، سيبوه عشان ما نسدش نفسه. غلسه غلسه كده حسن. انا غلسه؟ طب انا مخصماك. ده في النافوخ ديت، وانا كمان مخصمك كده. زعلت؟ معلش تتفلق. ايه ده؟ انت قليل الذوق. هو انا عشان مستلطفك تعملي معايا كده؟ عن اذنك يا خالد. ايه عن اذنك يا خالد ديت؟ وانا فين؟ بقول لك ايه، خد انت دول، انا عايزك انت تتغذي. بصوا يا جماعه، خلينا نتكلم في الجد، الاسره عامله رحله لذيذه وسعيده جدا، عايزين كلنا نطلعها. ابقى اطلعها لوحدك. ايه ده؟ انا ما بهزرش. خد الاكل. انا ما بهزرش، انا دفعت لكم من الشراك. فين شادوشادي؟ ما هم كلوها. شادوشادي فين؟ هم كلوها. اخواتي الطالبات واخواتي الطالبات، عايزينها رحله سعيده ولذيذه، اعملوا معروف. عايزين نلحق النهار على البحر، بعد كده نوزع الاوض.
النزول بنظام لو سمحت، النزول بنظام يا خالد، النزول بنظام. ها اقرا الكف واشوف فنجان واطمن قلبي الحيران واعرف سر الحب كمان. كلنا ليه الحب عذاب لما يدق علينا الباب ينهي ويغمر فينا وليه نسلم قلبنا ليه. كلنا ليه الحب دموع لما علينا ماهوش ممنوع امال ليه بنخبي الحب وليه بنداري عليه. كلنا 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 على بعضنا. اقول لكم ايه؟ كلمنا عنه الحب. اها الحب احلى عذاب ودموع، الحب ليل وسهر وشموع، الحب احلى عذاب ودموع، الحب ليل وسهر وشموع، ودنيا حلوة واحلى غنوة لو حتى صوتها ماهوش مسموع. تعمل ايه قولي الحب ده ايه
كازانوفا كازانوفا سرايا وقعدة لطيفة لطيفة الحب ده ايه يا كازانوفا كازانوفا سرايا وقعدة لطيفة لطيفة لو كده روح غير قلبك واغسله بصابونة وليفة دور على مين يا حكيلو يلا حزين واشكيلو دور على مين يا حكيلو يلا حزين واشكيلو الدور عليا وحياة عيني الحب جنة ونار يا يدوقك من الجنة يا يدوقك من النار بص يا حسن انا هاخد الاوضه دي وانت تاخد الاوضه دي يا بني ادم افهم دي اوضتي انا وخالد ما انا فاهم يا اخي بس افرض يا زكي حصل كبسه ولا حاجه هو في حد عارف انهم معاك يا اخي احتياطي 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 هات المفتاح بقى طب وخالد يا اخي بقى فهمه انت ما تجيب المفتاح بقى استنى انت هتدخلوا معاك الاثنين انا هاخد واحده بس وانت اجتهد مع الثانيه اوكي على فكره حسن ده صاحبي قوي 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 انت اتفضل حلوه طعمه حلوه وطعمه قولي بقى اللي بتحبها شكلها ايه اوصفها لي ايه بتبصلي قوي كده ليه اصلها شبهك بالظبط بجد نفس العينين الحلوين دول طيبه قوي وشقيه قوي وايه كمان وشعرها تقريبا نفس لون شعرك ياه دي شبهي بالظبط نايس كمان تقولي انها انا خلاص يبقى لازم بقى تعرفني عليها ان شاء الله تيجي بينا نرجع بقى يلا افتح هشام افتح هشام انت عزفت يا عايز ايه دلوقتي البنت معصلجه قال لي دماغها ازاي طب انا هعمل لك ايه دلوقتي انصحني ايه ده دي مصارعه عاديه يا اخي افهم بقى وفاء جايه ادخل ادخل وفاء لو كانت شافتني كانت هتبقى مصيبه كانت هتبقى مصيبه واي مصيبه هشام بقول لك ايه ما تيجي نبدل البنات وخلاص كده هنهزر اعمل بس اللي قلت لك عليه وكله هيبقى تمام بس استنى هشام ايه هشام ما خلاص هشام بتهالي دي قطي انا وحسن والله ده انتوا جنبي ده من حظي اوكي ميرسي يلا باي يلا ايه انت معكش مفتاح زي بتهيألي بس اكيد حسن جوه ده هشام كده ايه ده ده حسن خلاص يا هشام حسن الله يخليك يا هشام انت جيت طب هشام ايه ده هشام ايه ده مين دي هشام ايه بسألك مين دي واحدة وخلاص ياه للدرجات بتستهتر بيا وبمشاعري خلاص ما بقتش فارقة معاك ما عندكش ذرة احترام ليا انت ايه
عملتها وارتحت. انت بتتكلم عن ايه؟ انا استعبط ولا ايه؟ انت عارف انت وحسن ان انا في الاوضه معايا واحده. يا ابني انا ما اعرفش اي حاجه. عايز توقع وقع، بس مش بالشكل ده يا اخي، مش بالشكل ده. لا ده انت اعصابك تعبانه، حسابنا بعدين. مفيش حاجه، الحق رانيا. مين اللي برالي بدمه يا وفاء؟ خالد، مش كده؟ ايوه برالي بنص دمه، وكان شايلك على ايديه لحد المستشفى، كان هيتجنن عليكي. وهشام؟ انسي يا رانيا، هشام عمره ما حبك. خلاص كل شيء انتهى، مبقاش في حب. ياه لسه ما فهمتيش يا رانيا؟ عاوزه تقولي ايه؟ الحب قدامك بس انت اللي مش شايفاه، ده بقى بيجري في دمك، لو فكرتي لحظه هتلاقيه جواكي وحواليكي. بس مش كل حاجه الواحد بيتمناه بتتحقق، مش ده كلام؟ بتتحقق، بس في ناس محظوظة وناس لسه الحظ ما جالهاش. ايه هو الحب؟ الحب، الحب عطاء، تضحية، حد يحبك ويخاف عليكي اكتر من نفسه، ممكن نلمسه لكن نقدر نحسه. المستشفى حالا. طمن يا طنط، ان شاء الله رانيا هتبقى كويسه قوي، احسن من الاول مليون الف مره. انا لازم اطمن عليها. مامي انا محتاجالك، محتاجالك قوي. يا حبيبتي لازم تسافري معايا، مستحيل اسيبك لحظه واحده بعد كده. رانيا الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ممكن ادخل؟ اه طبعا طبعا، سوري اتفضل. ممكن تسمعني كويس؟ هسمعك بس طب اقعدي الاول. لا ميرسي انا كده كويسه. انا مش جاي اشكرك على وقوفك جنبي، انا جايه اني اتاسف لك اني ما كنتش حاسه بيك طول المده اللي فاتت دي. مش ده المهم. من فضلك، من فضلك اكمل كلامي. فاكر يا خالد لما غنيت لي وقلت لي انا لو عايز اعيش في الجنه انا بتمنى اعيش حواليك؟ عارف انت ليه؟ يمكن وقتها كنت عارف، ودلوقتي خايفه اتجرح تاني. حتى لو قلت لك ان انا دلوقتي حاسه بيك اكتر من الاول، تعاطف منك ورد فعل طبيعي اللي انت حاساه دلوقتي، بس بعد شويه مش هيبقى موجود. انا جايه لك بكل ارادتي وبقول لك احساسي ومشاعري تجاهك انت بتحبي هشام، وهشام ده صاحبي. لا دي كانت حاله تعود، تعود بس. وانا تعودت على جرحك، بس ده مش ذنبك، ده ذنبي انا. لا اديني فرصة، فرصة مرة واحدة تانية
اصحح لك كل اللي فات. خلينا اصحاب احسن، انا مصدقت اتلم على نفسي. ده قرارك يعني؟ ثانية واحدة. فجأة لسانك اتحرك في حين ما اقول له انا بحبك، يمكن عشان بحبه بجد مش عارفه اقول له. لا، لما ينزل هقول له انا بحبك. عادي، بسيطه خالص. خلاص انا عرفت هقول لك. مفيش داعي، تهيألي ان دول يخصوك. محتاج اتكلم معاك. تهالي ما بقاش في حاجه نتكلم فيها. انا عارف ان انت زعلان مني، عارف ان كلكم زعلانين مني. في حاجه تاني؟ حاجات كتير قوي محتاج اقعد فيها مع نفسي. انا ما كنتش فاهم. فاهم؟ فاهم قصدي يا خالد. ايه يا اخوانا، في ايه؟ ايه؟ مش معقول انت جاي هنا بنفسك؟ حسن، 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 الله يخرب بيتك. فوق حسن، حسن فوق، ارجوك فوق. انا فين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انت تاني؟ المصايب دي يا اخي. فوق، فوق بقى، فوق. حاضر، حاضر، هفوق بس بالراحه. أرجوك يا حسن، أنا جاي لك في حاجة مهمة. هو في أهم من كده؟ أيوه. خالد فين؟ هو أنت جاية هنا تسألين عن خالد؟ هو في إيه مهم في خالد؟ ما هو مرزوع في بيته، هو ملوش أي أهمية. رانيا مسافرة. أرجوك يا حسن، قوم معايا، قوم وريني بيت خالد فين. أنا كنت فاكرة جاية لحاجة تانية. لو ما قمتش معايا دلوقتي أنا همشي ومش هتشوف وشي تاني. حاضر، حاضر، حاضر. يلا. هو أنت على طول عصبية كده؟ يلا. استني المفاتيح. ازيك يا وفاء؟ ازيك يا خالد؟ انت عارف انا جايه لك ليه؟ رانيا مسافرة، يا ريت تلحقها في المدة. رانيا، وانا ايه اللي ممكن اعمله؟ ده الموضوع انتهى خلاص. لا، ده ابتدى، لازم تلحقها. وفاء انت مش فاهمة حاجة. كنت مش فاهمة، انما دلوقتي فهمت. رانيا فعلا بتحبك، وانا متأكدة. صدقيني ما عادش ينفع. انت بتكذب على نفسك.
يا عم؟ يا سيدي يا روميو، يعني وفاء تتحايل عليك وانا اتحايل عليك والبنت بتحبك وانت لسه مقفل؟ يا اخي ده كفايه وفاء بتتحايل عليك. والنبي حسن مش وقت هزاره، مش ناقصك. افضحك والله، انت علاجك الفضيحه. يا عمي يا طنط، تعال تعال. حسن في ايه يا حسن؟ تعال مش وقت هزار يا حسن. اصبر خالص، تعال اقف كده، اقف كده. اقعد يا وفاء. مالكوا يا ولاد؟ بقول لك يا عم، شفيته؟ انا مش عمك. لا بقى، المره دي انت عمي، وسيبني احكي لك الحكايه من الاول. تحكي ايه؟ ما احنا عارفين كل حاجه. عارفين ايه؟ طبعا عارفين كل حاجه. وخالد ابني عارف مصلحته فين. انت مش بتحبها؟ اه بحبها. حلوه؟ اه حلو. وبعدين يا حسن؟ خلاص مستني ايه؟ يلا اعمل زي شجاع السيما واجري وراها واخطفها، وانت حليوه والبنات بتحبك. يلا يا حبيبي يا ابني، انا عارفه انك بتحبها. مستني ايه؟ يلا زق عجلك تاكس. هو سمعنا؟ يلا يلا. رانيا رانيا استني، يخرب بيتك. رانيا رانيا، خالد بيحبك. قول لها بحبك، قول لها بحبك. بحبك. طب من الرنج اللي مخبي وانا ايه ذنبي؟ بحبك يا روح قلبي، بحبك مردود لبابك وشغلني ياللي فاتني. بحبك ما تطمني. طب من الرنج اللي مخبي وانا ايه ذنبي؟ بحبك يا روح قلبي، بحبك مردود لبابك. على فكرة انت طيبة قوي، وانت كمان طيب. طب ايه؟ مش كل اللي بنتمناه بنقدر نحققه. فهمتك، ربنا يوفقك. ويوفقك عادي، طول عمري عايش وحيد يعني. باكس.